اليوم جينا لمراكش باش نعطيو الانطلاقة لواحد الورش مهم سميتو الدراجة الآمنة. هذا الورش هذا تيندرج في إطار تفعيل ديال الاستراتيجية الوطنية ديال السلامة الطرقية في بلادنا. اليوم 17 فبراير غدا إن شاء الله غادي نحتفلوا باليوم الوطني ديال السلامة الطرقية في المغرب، وهذا الاحتفال هذا هو حقيقة تذكرة ديال اليوم اللي ترأس فيه جلالة الملك الاجتماع الأول بين الوزاري اللي تيتعلق بالسلامة الطرقية، واللي الرسالة اللي توصلنا بها منه ذاك النهار هو الأهمية اللي توليها الأمن ديال المواطنين والأهمية اللي توليها السلامة الطرقية في بلادنا من أجل أمن المواطنين. منذ ذلك الوقت المغرب خطى واحد الخطوة جد مهمة فرش السلامة الطرقية، منه نبادقات واحد العدد ديال الأمور، القانون الجديد ديال السير اللي مكن على سبيل المثال من يعني من الحد من السياقة الفائقة السرعة فضل الرادارات على سبيل المثال، ولكن أيضا الاستراتيجية الأولى اللي طبقت خلال 10 سنوات، الاستراتيجية الثانية اللي احنا تنطبقها اليوم اللي يعني مرت عليها 5 سنوات، وجينا لمراكش اليوم لأنه تبين من خلال التقييم الأولي ديال الاستراتيجية أنه كاين واحد الفئة اللي هي جد متعرضة للحوادث الخطيرة، وهي مستعملي الدراجات النارية. خصنا نعرفوا بأنه ما نخافضش العدد ديال القتلى بالوتيرة اللي كنا تنتظروها على الطرقات المغربية، لأنه كنا باغيين نخفضوها بالنص، و 25% هو الهدف اللي كان ما بين 2015 واليوم. غير انه شنو بان لنا؟ بان بانه بعض المستعملين ديال الطرق هبط العدد ديال الحوادث المميته ب 25 واكثر ب 30%، غير انه بالنسبه للدراجات الناريه عشنا واحد الارتفاع مهول، ارتفعت الحصيله ب 40% مع الاسف. اليوم من 3500 حادثه مميته في المغرب او وفاه على الطرق في المغرب، اكثر من 40% مدخلين فيه المستعملي ديال الدراجات النارية. فارتئينا نديروا الإطلاق ديال هذا الورش ديال الدراجة الآمنة في المغرب، فيه واحد العدد ديال يعني الدعائم أو ديال المحاور، فيه المحور التحسيسي بالطبع، ولكن هذا المحور التحسيسي تيجي من باب يعني نقول للمواطن بأنه كثير شي المستعمل الدراجة النارية بأنه راه عديم الحماية وخصو يعرفها، ولكن من بعد او مواكبه لهذا الورش هذا التحسيسي غادي تكون بالطبع ورش المراقبه، بحيث انه تحسيس بدون مراقبه ما تعطيش النتيجه، وكاين اوراش عده اخرى منها التكوين في المستوى الاولي ديال المدرسه، منها ايضا العمليات ديال الفحص التقني باش يعني الدراجات اللي ما تنطبقش معها ما تنطبقش مع التقنيات اللي هي معمول بها تقدر تخرج من السير او خصها على الاقل الناس ديالها يمشيو يدوزوا بطاقات السياقه، منها ايضا اوراش اللي هي غادي نقوموا بها على المستوى ديال بعض المدن. مدينه مراكش هي اللي مع الاسف تتصدر القائمه في هذه المشكله هذه ديال الحوادث المميته في الدراجات الناريه. فسيد الوالي شرفنا اليوم وساعدنا باش نقوموا بهذا الاطلاق العمليه في المغرب، وهو يعني عنده واحد الرغبة باش نقومه بواحد الورش نموذجي للتحسين ديال السلامة الطرقية في مراكش، خاصة أن مدينة مراكش مدينة سياحية، وبأنه السياح خصهم يحسوا بارتياح، وبأنه النقصان من السلامة الطرقية فهو من العوامل اللي يقدر يجعل السائح ما يبغيش يرجع لواحد المدينة. هذا هو ما كنت باغي نقول لكم، وشكرا.